يا وليش لحتى ما تستاهل شهيرة خانو؟ إيه حاجتها بقى كبر راسها كتير عليكم وعلى أبو عصام أم كسر لي يا كسر. قومي وليه قومي تقلعي من بيتي. عم بتقلعيني إلي أنا في ريال خانو من بيتك ولك شهيرة؟ انقلعي وليه من بيتي؟ وهذا البيت ما بقى لك فوتي عليه مرة تانية سمعانة ولا لا؟ وبالناقص بس رح تندمي يا مرت الفران. كيف ينقطع لسانك يا شرشوحة يا زقاقية؟ عمك انت إلهي ببعثك نقصة ونار وبارد وهواء. يا الله يا من يا غدر يا غراب البيت يا غراب البيت يا غراب البيت يا غراب الله يسامحك يا سعاد، لك أنا أنحرم من بناتي أنا. الله يسامحك الله يسامحك. ما
بدي اوصيك ابو شهاب، سلامتك عندي اياها بالدنيا كلها. الله محييك يا ابو حسن. غيبتك اذا لزم لنا شيء من حارتك، لعند مين نروح؟ لعند صهري يا ابو عصام. نعم رجال. يلا يا شباب، الله والنبي معكم، اتكلوا على الله. يلا هم يا رجال. عيلنا يا ابو حسن، عيلنا. يلا. والله. الله معكم. وسموه دلال ولا جميلة ولا بوران. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا معلش معلش، خليها سعاد تتربى، خليها تتربى. يلا يا عمي صمم. يلا يلا تعي تعشي معنا بشير. صحتين وعافية ابن عمي. كله أنا والله مالي جوعانة. يعني مالك مرضانة؟ لا والله الحمد لله ما فيني شيء. إيه خير إن شاء الله. يلا يا أبي يلا سمو بالله. تفضل يا عمي. خير يا أبي. ولا الخبزات شغلي هدول. لك شو صاير بالجواني؟ عمي قصة هيك قصة. لك شو صاير لك عبدو؟ يا معلمي في زبون بالجواني بتزحط وجاي على راسه. يا طيب شو صاير له؟ لا من تمه ولا من تمه. روح نادي ابو عصام تعال. يلا يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ان شاء الله. عصام ولك شوفي عبدو شوفي دخيلك يا معتز، بدي الولد يروح معي دغري على الحمام. ليش خالي صاروا شيء؟ لا خالك ما بو شيء، بس في زبون متزحلق جاي راسه على البلاط. انت معني كنت منه قد بس الوالد مو هون. وينه؟ برات الحاره. شو الحل هلا؟ شو العمل؟ والله ما بعرف. شوف يا اخي في واحد مفجوج بالحمام ودمه حميمه وبدهن الوالد يروح يداويه. دخيلك يا عصام بدنا الوالد، الرجال راح يروح بين ايدينا، لك دمه راح يصفى. ايه خلص خلص روح هلا انت، روح انا لاحقك. بس لا تطول. خلص روح روح. عارف تداويه؟ لا والله. شو بدنا نساوي؟ والله ما بعرف ما بعرف. تروح طالع ابوك من الدكانه؟ لك شو بدي طالع من الدكانه؟ هلا بتكون الحاره عم تنغل دغل مشان الزلمه. طيب شو بدنا نساوي؟ اخي فوت غير ثيابك وسبقني على الحمام لاحقك. لك شو صار معه؟ لك ابو عصام جاي وراي ما لقيت ابو عصام. وبعد هيك اشوف لك بعد هيك. مساء الخير عصام. علي عم يقسم له. يا بي في واحد واقع بالحمام مفجوج راسه. شو عمل له؟ أعوذ بالله من الحكي لك أبي. الله يرضى عليك أبي، نشف له راسه منيح من المية، نشف له الجرح يعني، بعدين حط له بن واربط له راسه وقوي له الربطة أبي، ورجع خبرني شو بيصير معك. إيه حاضر يا بي حاضر. وين أبو خالي؟ هلا جاي عصام خالي. ليش وين راح أبوه؟ جاي عصام. ليكي وين مفجوج خالي؟ هو خالي هو. أسعو أسعو إجا عصام أسعو. جيب لي بنت بسرعة. شو وين؟ لك بنت تبع القهوة، تبع القهوة تساويها للزباين. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بعده هيك شباب، بعده هيك. بعده هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لك شو صار معها؟ يلا يلا جاي. شرف عصام هاي البنت. مسك معتز. بسم الله. سليمة إن شاء الله عمي. وهلأ شو نساوي خالي؟ ولا شي خالي، وصلوه على بيته وبكرة الصبح بيجي على الدكان مشان أبي شق على الجرح، بس بظن إنه ما عاد بده شي. وسلم هالإيدين يا عصام. الله يسلمك. يلا عبدو وصلوا سلمة على بيته. على راسك عندي. شرفنا بشرف. وفيك ناوي يعطيك العافية خالي. الله يعافيك خالي. على مهلك على مهلك. شرف سيدي شرف. شلون عرفت الداوي؟ رحت على الدكان وسألته لأبوه. ولك بري على ربك. يلا هاو الشي خالي. سلامتك. عدو شرب شاي خالي. معلش خالي مرة تانية بدنا نروح ننام على بكير. ماشي سلم لي على أمك وأبوك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حمر عبدك خبر أبوك شو صار مع الزلمة. إيه رايحين سوا أخي رايحين سوا. مساء الخير شباب. أهلين أهلين أهلين. وينك يا حرمه؟ عصام بكره لا تتاخر على ابوك. خلص ان شاء الله ما بتاخر. يلا تصبح على خير. انت من اهل الخير. لك شو صار معك يا لطفيه؟ يلا يلا جاي من عمي. انا عم بستناكي على الباب. يا امو رح برجع الاكل على النمليه واجلي الجليات، بدك شيء ثاني غيره؟ كبينا الزعترات كمان، بدك شيء ثاني يا امو؟ شو عم تفكري مخاطر؟ والله مشغول بالي يا ابن عمي. على زهرة؟ ايه على زهرة. بكرة خلي خاطر ياخدك لعندها وتاخدي خارية معك كمان. ايه والله يا ريت. ليش يا ريت؟ مو ضروري ينزل على الشغل بكرة، بياخدكم لعندها وبرجعكم على البيت. يلا انا رايح نام. شغلتكم فريا الكذابة. الله يسترك يا سعاد. الله يمضي هالمصيبة على خير. مشان بيت حماكي؟ هلا شو دخل بيت حماي؟ مانك شايفة وضع البيت شلون صاير؟ لا أكلة عم ناكلها مثل العالم والناس، ولا ضحكة ولا نومة، حتى الحكي عم يطلع من تمي بالزور. وضع أبوكي صعب. وضع أمك أصعب. إيه لا ستي، أبوكي يلي وضعه أصعب. على قليلة أمك نايمة على تختها، بس أبوكي نايم بالدكان على الكرسي. يبعث لي حمى عليك يا أبي على هالنومة. وهو ليش ميبس راسه؟ يجيب الشيخ ويرجع أمك لعاصمته وخلصت القصة. لقليلة البهدلة اللي أكلها من أمك ولا المسبات اللي سمعها من جارنا؟ قليلة ولا مو قليلة؟ صار وغلطت معه ولا شو؟ قال كلمة وما عاد يتراجع عنها. اي نامي نامي، يبعث لك حمى أنت واللي بده يحكي معك. يا لطفية لو بتشوفي أبي كيف كان عم يفكر اليوم، حاسم على بكرة الصباح بده يقول لي روح خبر أمك جاي أنا والشيخ. عن جد؟ والله فرحتني. لطوفة؟ نعم ابن عمي. أنت شو قلتي لأخواتي لحتى أمي مبسوطة منك كتير؟ حكيت لهم اللي أنت بتحبه. إيه الله يرضى عليكي. يلا لطوف قومي طفينا الضوء. هلا ما بتلاقي لي لأصحاب شغلة؟ بشير اليوم وضعك مو عاجبني. ما في شيء ابن عمي، والله ما في شيء. تكوني زعلتي لاني قلت لك اجلي خطه بشير من جميله لتم يوم لمين ما رتب اموري. لا ايوه ابن عمي، والله ما زعلت. انا هيك حسيت. انت تاج راسي وقولك هو الصح. اصلا انا من الصبح عم فكر انه خلينا نستنى لحتى يتجوز ابن بياع القماش وبعدين بنروح بنخطبه. وانا هيك كان قصدي. ما بدنا نفوت نخطب جميلة وهن معجوقين، بدنا نفوت على رواق مشان نفرح بالولد على التمام. القلب على القلب ابن عمي.
يلا قولوا الله يا شباب الدرب امان. يلا يا رب. وقت انا باخذ الشتاي بطلع من الدكان، معك عندها مني واحد مرضان بعيد برات الشام. بعرف يا ابي بعرف، بس انت ما قلت لي لوين رايح. بس يلا صار ايدك يا ابي، قلت لي صدق هولك ابي رايح. ابي رايح يلا ابي، روح على شغلك. روح يلا رايح افتح روح انت. روح ابي روح. روح الله يرضى عليك. يلا روح روح. مهور يا ابي مهور. روح سوي قهوه يا بنات. يلا ابي يلا. هيك بتعمل فينا ابي العمي؟ خفتي علي لك سؤال؟ والله كنت رح اوقع من طولي من غليان قلبي وخوفي عليك. عيد شرانك ان شاء الله عدوي. ليش تقتلكم كلكم؟ ليش تهلا؟ كنت عم دور على طريقة أفوت فيها على بيت أبو سمير الحمصاني. شباك وشلون لقيت لي الوضع؟ صعب صعب خيرات الله. لكون ليش صعب؟ أخي حيطانه عالي وشبابيكه بتطلع الحارة. طيب شو العمل هلأ؟ لازم نفوت على البيت بأي طريقة. أخي أنا برأيي دور على غيره، الله يستر عرضك، لأنه باينته ماله ما حزن مخاطرة. دور على غيره. الدسم كله ببيت أبو سمير الحمصاني، فهم علي بقى. لك أنا فهمان عليك، بس أنا مالي حابب ألتقط مشان مرت أبو سمير الحمصاني لأنه صبية، وحضرتك بدك تعمل معها قلقلة. افهم علي يا غبي. صعب صعب. ليش صعب؟ لازم نفوت على البيت، يعني لازم نفوت على البيت. أخي أنا ما دخلني. افهم علي يا غبي، أنا شفت مرت الحمصاني والذهب لنص إيديها، والله بيعلم شو حيطلع لنا من أساور وخواتم وطواء. بعدين شو بيصير إذا روقنا لنا شوي؟ شو بيصير إذا انبسطنا وما حدا عرفنا؟ وبعدين منسكتها. قصدك نقتلها؟ لو كان بدك اياها تتعرف علينا وتكمشنا للمغفر وما نقتلها. فهم علي وطاوعني، مرته حلوة كتير. عمل لي شي نظرة ولاقي لي شي طريقة لفوتي بسرعة. هاي هاي وينك؟ لازم نهرب من الحارة قبل ما يرجع الحارس. يلا انت بتطلق شبان ما عاد يرجع. قلي لي شوف شو صار معك. اخي ما بنقدر نفوت على البيت ولا بشكل من الاشكال. يعني سديت ابو الشي؟ لك اخي انا عم بحسب لهريبي قبل الفوتي. لانك شبان. لحظة اجتني فكرة، بس ما بعرف اذا بتهضمها مني او ما بتهضمها. شو هي؟ اسمع، عم فكر نفوت انا وانت على بيت الحمصاني بعز دين الضهر. وشلون بدنا نفوت؟ صحيح انك بهيمة. اخي اسمع مني وخدني على الهوى عالي. احكي لشوف. انا عم فكر نلبس لبس حريمي انا وانت،
بنفوت على الحارة على أساس رايحين زيارة لبيت الحمصاني. مندق الباب، أول ما بنفتح الباب إيدي على تمه وسكينتك على بطنه وبتساوي اللي بدك إياه، ونطلع من الحارة ومن البيت لا منشاف ولا مندري وما حدا بحس فينا بنوب. شو رأيك؟ يخرب بيتك على الفكرة، منين جبتها؟ إجيت ببالي مشان تضل رضيان وتساوي اللي بدك إياه. إيه هيك ها؟ شغل لي مخك من زمان. يلا قومنا نهرب من الحارة بما حدا يشوفنا. يلا يلا. العمى العمى الله يلعن ديك الساعة اللي فتح فيها باب الحارة، فتح علينا من وراء ألف باب وباب. خيلك وكشف لنا هالطريق اللي قدامنا اوام. امرك عبيد. طريق امان عبيد. يلا شدوا يا رجال قولوا الله. صباح الخير يا بي. صباح النور. الله يرضى عليك يا بي. شو يا بي؟ كأنك طول الليل مالك نايم. أبي ضبهم ضبهم ضب ضب المخدة والحاف. جاي أنا جاي. إيه أمرك يا بي. شو؟ من بعد إذنك بدي روح زور أم عصام. أنتو مين رايحة؟ أنا وهدى، ويمكن تروح معنا تضايق مزكي. ماشي حروحي، بس قبل الظهر بتكوني بالبيت ها؟ أمرك. يلا بخاطري. الله معك ابن عمي، مع السلامة. تاخد أمك وأختك لبيت صهرك وتضل معه للمساء وترجعون على البيت. بدك يا بي؟ واليوم مالي مضطر لك. مثل ما قلت لك بتزوروها ولا تلبكيها بالطبخ ها؟ هي مخاطر؟ حاضر ابن عمي، ما رح لبكا، خلي خاطر يجيب لنا كم قصة صفيحة بيكون أحسن. بلينا بلبلوكي وبسهل حوران سرقوكي وبعدين قطفوكي وحسدوكي وعلى مال أبان شحنوكي يا عزيز ألف ليرة إنجليزي. بلينا بلينا بلبلوكي ومن سهل حوران جابوكي. بلينا بدك شي؟ سلامتك ابن عمي. مخاطر؟ نعم نعم نعم. انت وضعك مو عاجبني، قعدتك مو طبيعية معي منوب، صاير معك شيء وخايفة تحكي؟
ما بعرف، خايفة إن لك خبر تقوم تزعل إذا طلع كذب أو مزبوط. احكي احكي احكي، الله يرضى عليكي. وصلني مبارحة خبر إنه، الله يسامحني ما كون ناقلة حكي. إنه شو؟ احكي. إنه أم عصام أخته للعقيد أبو شهاب جوزها طلقها. أبو عصام؟ السلام عليكم أبو مرزوق. أهلين أبو غالب، وينك مالك مبين؟ شو اشتقتولي؟ لا والله. يا لطيف عليك، شو مسحك حلو. الله يحلي أيامك. بليلة بليلة بلبلوكي، ومن سهل حوران جابوكي. بليلة بليلة بلبلوكي يا عزيز، لا تخلي حدا بليل. بليلة بلبلوكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. بقامتك حبيبتي. وينك سعاد؟ شلونك يا عروس؟ الحمد لله خالد. الحمد لله. شلونك جميلة؟ اشتقت لك كثير. تعي معي تعي. اهلين اهلين وسهلين. بهالآن بهالعين. شلونك سعاد خانم؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. يلا فوتي خلصينا شهيرة. وينك دلال؟ كسرتوا الصفرة؟ اي خالي، كسرناها من زمان. من زمان؟ امزكي تفضلي. جاية تقبريني؟ جاية. شو القصة؟ كتراني زيارات ونشيران لعندي. يا مو دلال ساوي لنا قهوة. على عيني يا مو. يبعت لحم هالفريال شو كذابة. شلونك شهيرة؟ قلت لحالي لأعمل لك زيارة سعاد خانم، لأنه ما بقى حدا شاف وشك. والله مشغولة، ويلي أواعي دلال، ويلي المونة اللي صار وقتها. إيه بس قولي على كسرتك، زيارة ساعة ما رح تعطلك. ولا في شي شاغلك عنا سعاد خانم؟ لا ايوه تقبش قلبي سعاد خانم، ما في شي بيشغل عنا. حاجة تقولي مشتاقة ولي؟ ايه من يوم مباركة اخي عصام وما عاد شفناكي عنا. يعني انتي انظام؟ ايه سدي حلقك، مقصرة وبدها تاخد الاولية. عن حق، شلونه اخوكي بهجوازة؟ والله هو مبسوط مع الست لطفية، اما نحنا ايه بعت لحمة ما حدا منا طايقة. ايه عين الله عليها، شبهها؟ ما بها شي، بس الله لا يفوت على بيت لا هي ولا امها. إيه لا باين كتير بتحبيها. ان شاء الله بيقبر لي الوش يا حبيبي. لك شلونك لك زهرة؟ شلونك اختي مبسوطة؟ زهرة نحن اليوم جايين نقعد عندك طول النهار، واذا بدك مننام عندك كمان. شو ننام ننام اختي؟ عم امزح اخي، والله عم امزح. ايه قلت لحالي. عدي يا مو عدي عدي تقبريني، ما بدنا شي. ما بدنا شيء، وقت بدنا شيء بنقوم نساوي كلنا سوا، ايدنا وايدك. لا تهكي لي هم اختي، حتى الطبخ انا بجيب صفيحه. عاوشي يا بي. عابي عاوشي. شلون اخواتها؟ الحمد لله مناح يا بي. ابي ساتوش كان بده شي، لازم شي بالبيت. مو ناقصهم غير شفتك يا بي. اختي دلال مشتاقت لك خيرات الله. وجميلة كمان بتسلم عليك، وامي كمان يا بي. ايه يا بي سلم علي وانا بيسلم علي. السلام ما بكفي يا بي. شو بابا؟
لازم نبه للمخلوقة. اي والله لازم. السلام عليكم اختي سمير، انا ابو عصام الحكيم. الله يرضى عليك يا اختي، انا جاي انبهك واقول لك لا تفتحي باب بيتك الله يرضى عليك الا للناس اللي بتثقي فيهم وبتعرفيهم انه من اهليتك، خاص ناس اشكال ونسوان. بعدين انا ببقى فاهمك شو الغرض من الشغله يا اختي، خليها بيناتنا. يا ميت اهلين وسهلين بفرجانا، تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك يا حق. هون هون، شلونك عدلي خانة؟ أهلين وسهلين، كيفك أنتي؟ يا رب ما تطول الحالة. الله يسمع منك يا رب. يا عدلية صدقيني يا عدلية خانم، أنا ما كنت بدي أقلك، بس تذكرت خطبة ابنك لبنتها، قلت لحالي لازم تعرفي مشان تقولي لجوزك، لأنه ابنك بده يعيش معها عمر وما بصير تضل ملازمته هي العيبة. قال شو؟ حماته مطلقة، وإمتى؟ بعد كل هالعمر طلقها أبو عصام. إذا أجيتي للدغري أنا ما بعرف يعني ليش طلقها، بس أكيد أكيد هالسلالي مساوي شي شغلة كبيرة كتير وما حدا بيعرفها. ولي على قامتك، ولي على قامتك يا عدلي على المصيبة اللي اجتك. وحدوه. شو قصت ابو عصام اليوم رايح جايب الحارة؟ الله يعينكم بهالحارة، مو عرفانين الطيخ من البطيخ. شو قصته؟ قصته والهان. والهان بهالعمر؟ شو دخل العمر يا أب مرزوق؟ بمين والهان لك أب غالب؟ بمرت الحمصاني الله يسترنا. شو عم تحكي لك أب غالب؟ زين كلامك. إذا مالك مصدقني روح الحقه، أنا شفته بعيني، هي اللي بده ياكل الدود مع الله يسترنا الله يسترنا ولا يفضحنا. أنت بتعرف عن مين عم تحكي يا أبو غالب؟ إذا مالك مصدقني الحقه وشوفه بعينه. وإذا كان كلامك مو مزبوط؟ أحميلي اللي بدك يا فيني أبو غالب. عم قل لك الحقه قبل ما يغط عن عينك. وين جار؟ عم نحكي معك. راح ينقض وضوءه هلا بيرجع. خير؟ مين؟ أنا أبو عصام الحكيم أختي سمير. الله يرضى عليك يا أختي، حبعت عند منك النجار هلا مشان يركب لك غلق من جوا، يعني دائر للباب، خليه مكنه منيح، وفرد مرة خليه يشق على كل الشبابيك عند منك بالبيت، إي. بليلة بلبلوكي وبالنهار أكلوكي وبالليل فضحوكي يا عزيز ألف ليلة إنجليز. شو أبو مرزوق؟ وين كنت؟ ايه لك شو بك مع مترك؟ اتركني بحالي جاري، اتركني بحالي. شلون اتركك وانت مالك على بعضك؟ الا اذا فيك تقلا. الا وين كنت جارو؟ سلام بليلة. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين ابو عصام، تفضل. غير مرة اخي، غير مرة. هلا ما رح تحكي شو بك جاري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء استنوا، بدكم تفتحوا الباب ومن غير غطا كمان؟ إلهي يا رب يكون أبوك يا رب. يا جد بقى أبوكي معه مفتاح. ها يا ميت أهلين وسهلين، معي أبو خاطر. شلونك عمي معتز؟ والله الحمد لله، شريف عمي شريف. لك هيك لك يا منظوم، يعني إذا بطلت من عندي ما بتجي بتزورني؟ ولو يا عمي، والله نحن ما بنستغني. الله يرضى عليك،
شو وين الوالد؟ والله مو هون عمي، والله مو هون. وين راح؟ هو ما قلنا وين رايح. طيب عمي، بس يرجع قل له ابو خاطر سأل عنك. انا بامرك عمي، بامر عيونك. تسلم يا معتز، ابقى زورنا. ها لا تقطعنا. مشي عمي مشي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك ليش واقفين هون؟ اخي ما بدك تتعشى؟ بلا يلا روحوا حطوا لي عشاء. على راسي. رؤية مو رؤية. هانت والله هانت هانت. ليش هيك صار قلبه قاسي؟ ليش؟ شي طيب؟ إن شاء الله صحة وهنا. الحمد لله، ربي يسلم دياتك يا عمو. الله يسلمك يا عمو. شبيت أم إبراهيم؟ والله ماني عرفانة شو بدي لك يا رجال. خير شو في؟ اليوم اجاني خبر ما بعرف صحيح ولا مو صحيح. شو هو احكي؟ يا رب يكون كذب، يا رب تسمعني، يا رب. أفقتيني ها؟ أبو عصام. شبو؟ طلق مرته. شو؟ يا رب يكون كذب. يا رب يا رب. شو يا مو؟ ما بدك تشربينا شاي؟ ايه تكي وراح ساوي يا مو. تغيرت كتير يا أبو عصام. ليش والله كنت حنون. أنا لازم أتأكد. هيك شغلة كبيرة كثير، ما حدا بيحسن يكذب فيها. بس إنه أبو عصام ينهب الدكان، هي ما عم صدقها. اربطوا الأحصنة منيح شباب، لأنه بدنا نتركهم هون ونكمل ضرب طريقنا مشي. بس عقيد بعد أمرك، الشباب تعبانين شوي، خلينا نرتاح لنا نتفي. إيه لعيونكم، ارتاحوا بس ما فينا نتأخر، قرب يجهجه الضوء. أمرك عقيد؟ يلا يا شباب، همي. معقول يكون مظبوط؟ الحمى اهلي يا خير مرزوق. اهلين ابو غالي، شو جاي على الحرق بالشحادي وبنتها؟ شو القصة؟ قلت لحالي فزبكي وشراب كاتشي الشاي مع اخوك ابو مرزوق. هيك قلت لحالها؟ انت بتعرف عايش لحالي وبحطق قلبي من وحدة. هيك قول. هلا بتما رجعت من السوق نشرب الشاي سوا. لك هلا اعمل لي لفة. وين رايح؟ لسه ما فاق حدا من ولاد الحارة. انت اكرم من الله، الا ما لاقي ولد فازز واستفتح منه عند الصبح قاطرة. روح عمي روح.
تبعت غيظ. وكمان عم تنام بالدكان. امو على عيني. هي هي العلامة؟ هي بذاتها، بس الراعي مو باين وينه؟ بيكون بشي قرنة قريبة هون ولا هو؟ ايوه، شو بدنا نعمل هلا عقيد؟ بدنا نستناه شوي. معناتها أنت عندك خبر بقصة أبو عصام؟ امبارح الصبح، بس والله ماني مصدق. طيب شو رأيك نروح لعنده على البيت؟ حلو نروح لعنده بالوقت. ولك شوف يا امشي. يا كريم نزل عمي نزل الله يرضى عليك. مرزوق مرزوق وين رحت؟ مو ببالي بدك تشرب كاسة شاي عندي. كنت عم جيب خبره. لمين؟ لمين يعني؟ لكبير حارتكم أبو عصام. ليش في حدا غيره؟ ليش شو سوى اليوم كمان؟ اسمع شو صار ورح تعرف كل شي عنه. الوهاب خليلي هاي معك. قول يا رب. خليكم بمطارحكم يا شباب. مرحبا ابو حسان. الاخ ابو شهاب. ابو شهاب والسلاح جاهز. كم باروده يا اخوي؟ ستة. رجالك فين يا ابو شهاب؟ الرجال حاضرين وكل شي جاهز. خلهم يحفرون تحت الشجرة اللي عليها جلد الخروف ويدفنون السلاح، واني بعدين بنقلهم. بظن دوريت الانجليز راجع يا اخوي. مشي ابو شهاب يا اخوي. الطريق اللي جيتون منه ما تعودونه يا اخوي. ليش؟ ساوي مثل ما اقول لك يا اخوي، أأمن. ماشي. هاي شغلة كبيرة كتير. أبو قاسم لازم يعرف عنها كل شيء. ولسه لح تعرفوا عنه شيء ما سمعتوه من حدا غيري. أبو قاسم لازم يعرف كل شيء. مو بس أبو قاسم اللي لازم يعرف فيها، الحارة كلها لازم تعرف شو صار. شو أنا بمرزوق؟ أبو حاتم. إيوة 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 بمرزوق. حكي له جارو أبو مرزوق، حكي له. وإذا ما صدق بكرة الصبح بيصدق جاره. احكي له. شو القصة أبو مرزوق؟ شو بو هذا أبو غالب؟ شايف لك طولاني زنيفته ما؟ اسمع أبو حاتم، لازم احكي لك كل شي صار مشان يكون عندك علمه وخبره. الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد بحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة، واللي بيحلف يمين